نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. ناقش مجلس الشعب أداء وزارة الأوقاف خلال الأزمة التي تمر بها سوريا وجهودها للتصدي للفكر المنحرف والمتشدد والتيارات الفكرية الضالة والوقوف في وجه محاولات التشويه والتضليل المستمرة من قبل قوى التكفير والظلام والتركيز على تصحيح المفاهيم الحقيقية للمصطلحات الفكرية وتوضيح حقيقة الدين الإسلامي الحنيف. وأوضح وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير الخطاب الديني وميثاق الشرف الديني، لأن قضية الخطاب الديني تحتل أهمية كبرى في العصر الحاضر نظرا لما يشوبها من التباس وما يكتنفها من تشويه. موضوع تطوير الخطاب الديني هو جهد متراكم لعمل سنوات من خلال أولا تطوير منابع الخطاب الديني حتى تصل إلى تطوير الخطاب الديني من خلال المناهج الشرعية الموحدة التي تمت خلال السنوات الماضية والمشروع الوطني لتطوير التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والذي قطع أشواطا كبيرة لصفوف متعددة في المدارس والمعاهد والجامعات الشرعية التابعة لوزارة الأوقاف. الآن جاء تطوير أو وثيقة تطوير الخطاب الديني التي وضعت المرتكزات الأساسية لطبيعة الخطاب الدعوي الديني ومنه الخطاب المنبري الذي هو خطاب الجمعة الهام جدا والذي يتوجه فيه الخطيب للمجتمع من أجل رفع سوية المجتمع والتمسك بالقيم الأخلاقية وشرح الأبعاد الدينية التي تخدم الأوطان وترفع من سوية الشعوب. وأقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني الموقع في دمشق في 19 من أيار عام 2015 من قبل المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيرانية بمبلغ قدره مليار دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية لتمويل استيراد بضائع وسلع وتنفيذ مشاريع، وأصبح قانونا. ويأتي القانون نظرا لتوقيع اتفاقية الخط الائتماني الثاني، ولتم تنفيذ هذه الاتفاقية يجب استدار سكن قانوني لتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ كما تم مع اتفاقية الخط الائتماني الأول. ووفق القانون لا يقطع تسليم وتنفيذ الاتفاقية لأي ضريبة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية. انطلاقا من إيمان المجلس بأن هذه الاتفاقية تقدم للشعب السوري هذا المبلغ من المال الذي يؤمن مستلزمات الصمود ويؤمن المستلزمات التي يحتاجها شعبنا للاستمرار في ثباته وفي دعمه، وبالتالي نحن نثمن ونقدر هذا الموقف من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة الاقتصادية تفويض وزير المالية بمنح سلف من أموال الخزينة الجاهزة لتأدية بعض النفقات الضرورية والعاجلة، وأصبح قانونا. ويأتي القانون نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا حيث عانت بعض الإدارات والمؤسسات الاقتصادية الكثير من المصاعب، كما يلزم القانون كل من منح سلفا من غير الجهات العامة ذات الطابع الإداري بتسديد هذه السلف فور توفر السيولة المالية لديها، وأن تلحظ الاعتمادات اللازمة لتسديد هذه السلف في الموازنة العامة للدولة بالنسبة للجهات العامة ذات الطابع الإداري. بعد أقرار قانون تصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وهذا سوف ينعكس وفرة في البضائع والسلع في الأسواق. بلال معروف، التلفزيون العربي السوري. الحكومة تبحث مشروع قانون إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية من الفوائد والغرامات، وتناقش واقع النقل والمشافي العامة ومياه الشرب والطاقة الكهربائية وتسويق الأقماح. قضايا اقتصادية وخدمية عديدة بحثتها الحكومة، وخاصة واقع مياه الشرب والطاقة الكهربائية والنقل والمشافي العامة وواقع الأسواق خلال شهر رمضان المبارك. الحكومة أجرت تقييما لنتائج زيارة وفدها إلى حلب والقرارات التي اتخذت والتي ترجمت على أرض الواقع خلال الزيارة. في الإطار الخدمي والاقتصادي كانت زيارتنا لحلب على رأس وفد حكومي
بملامسة مجمل القضايا التي كان يعاني منها أهلنا في حلب والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والشعبية. تمحورت هذه التحديات في ثلاث جوانب، منها جانب اقتصادي تمثل في بعض التحديات التي أفرزتها الأزمة، ولا سيما فيما يخص قطاع الأعمال سواء كان القطاع الصناعي أو القطاع التجاري في حلب، وحزمة من القرارات والتشريعات ستصدر لاحقا تلامس الحياة الاقتصادية في سوريا التي أصابها الضرر، لا سيما في المدينة الصناعية في الشيخ نجار وغيرها من المناطق الأخرى الصناعية على المستوى الوطني. تصب هذه الحزمة في القرارات بالرسوم والضرائب، بالقروض المتعثرة، بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومن القضايا التي ناقشتها الحكومة موضوع النقل الداخلي لتحسين أداء هذا القطاع الحيوي ووضع الخدمات في المشافي العامة، إضافة إلى تسويق الأقماح وتيسير إجراءات تقديم طلاب الثانوية للدورة التكميلية. وبالتالي سنكلف السيد وزير التجارة الداخلي بمتابعة هذا الملف والحديث أين وصل تسويق الأقماح وكم هي كمية الأقماح التي تم نقلها خلال الفترة الماضية، علما أن ما تم تسويقه خلال موسم عام 2015 وصل إلى 315,000 طن. الآن هناك مشكلة بسيطة يعاني منها الطلاب الذين سيتقدمون إلى الدورة التكميلية، وهي دفع رسم هذه الدورة بسبب نقص عدد المنافذ التي يمكن للطلاب أن يتم الدفع من خلالها. تم التنسيق مع السيد وزير التربية والسيد وزير المالية بزيادة عدد المنافذ. هناك بعض الشكاوي أيضا وصلتنا بخصوص بعض المشافي الوطنية التي انخفضت بها المؤشرات الصحية، كما هو حال مشفى الدريكيش ومشفى السويداء الوطني. تحدثت والسيد وزير الصحة أيضا وقام بجولة السيد وزير الصحة خلال الأسبوع الماضي على مشفى الدريكيش، والحلول إن شاء الله سيتم من خلال تفادي كل هذه الشكاوي. وبحثت الحكومة مشروع قانون إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية العائدة لأعوام 2013 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات في حال سددوا الضريبة المترتبة عليهم حتى نهاية العام الحالي. كما بحثت الحكومة تعديل فقرة من مواد القانون الأساسي للعاملين في الدولة لجهة تحديد سقف الندب بأربع سنوات طيلة خدمة العامل وجواز تجاوزها سنة فسنة بقرار من رئيس الحكومة. السيد وليد المعلم نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية والمغتربين تناول في عرض سياسي زيارته الهامة والناجحة إلى موسكو، والتي بحثت السبل الكفيلة بتعزيز أفاق التعاون على كافة الصعد وأهمية وجود تعاون دولي لمكافحة الإرهاب تنفيذا لقرارات مجلس الأمن. وقدم المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس الحكومة لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عرضا لواقع القطاع الخدمي، مؤكدا جاهزية قطاع الخدمات لتجاوز العجز المائي في مياه الشرب في المناطق كافة وإعادة تأهيل محطات نقل الطاقة الكهربائية، وأشار إلى عودة أهالي الحسكة الذين اضطرهم الإرهاب لمغادرة منازلهم بعد عودة الأمن والاستقرار إليها. أحبطت وحدات الجيش والقوات المسلحة العاملة في حلب الليلة الماضية محاولة إرهابيين إدخال سيارة مفخخة إلى حي جمعية الزهراء، ودمرت بؤرا وأوكارا للتنظيمات التكفيرية في أحياء ومناطق مختلفة بحلب، حيث قال مصدر في محافظة حلب إن وحدة من الجيش دمرت الليلة الماضية عربة مصفحة مفخخة بكمية كبيرة من المتفجرات. حاول الإرهابيون إدخالها إلى حي جمعية الزهراء على الأطراف الغربية لمدينة حلب، ما أدى إلى مقتل الإرهابي الذي كان يقودها وجميع الإرهابيين الموجودين في محيطها. من جهة أخرى قال المصدر العسكري أن وحدات من الجيش أوقعت قتلى ومصابين في صفوف إرهابيي تنظيم جبهة النصرة خلال ضربات مركزة على بؤرهم وتجمعاتهم في قرية المنصورة ومحيط البحوث العلمية وفي أحياء الراشدين واحد والليرمون والزيدية وبستان القصر وقاضي عسكر والجديدة، وأسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتكبيدهم خسائر بالعتاد، وفي بلدة بنان الحص وخربت المعاصر في الريف الجنوبي.
نتابع أخبارنا الميدانية من ريف درعا، حيث دمر سلاح الجو في سلسلة من الضربات على تجمعات التنظيمات الإرهابية في مدينة درعا ومحيطها، دمر آليات مزودة برشاشات، كما قضت وحدة من الجيش على عشرات الإرهابيين وأصابت آخرين في بلدة نعيمة وشرق ساحة الطلايبة وغرب تجمع المدارس بدرعا المحطة وجنوب جامع الخليل بدرعا البلد، إضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة في خراب الشحم القريبة من الحدود الأردنية. وفي ريف الحسكة دمر سلاح الجو أوكارا لمتزعمي تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الشدادي. إلى ريف اللاذقية الشمالي تم مقتل 50 إرهابيا على الأقل في عمليات للجيش على أوكار التنظيمات التكفيرية. أما في حلب أفاد مصدر عسكري عن مقتل وإصابة العشرات من أفراد التنظيمات الإرهابية وتدمير عدة آليات لهم في عمليات نوعية للجيش في حي الراشدين واحد ومحيط البحوث العلمية وبنان الحص. إلى ذلك دمرت وحدات من الجيش عدة أوكار بمن فيها من إرهابيي جبهة النصرة وأسلحة وعتادا كانت بحوزتهم شمال وجنوب مطار أبو الظهور وبشلمون وكان صفرة وجسر الشغور بريف إدلب. قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص تستمر في بذل جهودها في الحفاظ على الأمن والأمان مع مضاعفة السهر والعمل خلال الشهر الفضيل. شهر رمضان الفضيل يتميز عن باقي شهور السنة بطقوسه الخاصة من حيث المواعيد وحركة الناس، حيث تشهد فترة ما قبل الإفطار حركة كثيفة، ولذلك تتركز جهود عناصر قوى الأمن الداخلي في هذا الشهر الفضيل في أوقات الذروة لتسهيل حركة المرور ومراقبة الشوارع وتقديم الخدمات للمواطنين وضبط الأمن. طبعا الناس أو بعض ضعاف النفوس تستغل غياب الأهالي وتواجدهم بمنازلهم بفترة الإفطار، وبتحاول ارتكاب بعض الجرائم كسرقة الأموال من المنازل وسرقة السيارات، ونحن موجودين هون لقمع هالظاهرة ومنع. احنا لدينا توجيهات نقوم بتوجيهها وتبليغها لكافة العناصر بشكل مستمر وفعال ودؤوب بدون أي تقصير أو تهاون بهذا الموضوع. الوضع الأمني لدينا احنا عمل، لدينا توجيهات، لدينا دوريات مشتركة، لا يقتصر عملنا فقط على تسهيل حركة المرور، إنما يكون لدينا عمل فعال في هذا المنحة. بالنسبة للتوجيهات اللي منحب أن نوصلها للأخوة المواطنين وخاصة بالنسبة للسائقين، التأكد من سلامة المكابح، التأكد من جاهزية العجلات، عدم السرعة الزائدة في فترة الأفطار أو فترة الذروة هذه. احنا دورية مهام خاصة موجودين للتدخل السريع. الدوريات الموجودة دورية المرور الجنائي النجدة، في حال حصول أي طارئ نحن موجودين هون للتدخل السريع. نحن عناصر فرع المرور بحمص، نستنفر خلال شهر رمضان وفي الأيام العادية منكم موجودين متواجدين على مدار 24 ساعة، وبناء على توجيهات لواء قائد شرطة محافظة حمص ورئيس فرع المرور بحمص منقوم بتسهيل حركة المرور مرة وملاحقة السيارات المشبوهة، ودولتنا متواجدة على 24 ساعة بالطريق. هلا بالشهر الكريم يعني في متابعة من الشرطة ومن القوى الأمن بشكل عام جيدة جدا، الله يعطيهم العافية، عم يقوموا بواجبهم رجال الشرطة، يعني عم يقوموا بواجبهم ومنتظمين على نقاط نظامية وحركة السير نظامية. يعني نحميكم برمش العين لأننا عينكم الساهرة، ونؤمن وصولكم بأمان لأنكم أمانة في عنقنا. منهاج عمل قوى الأمن الداخلي في سوريا، لينا العليلي، أخبار تلفزيون حمص. بين مديرية التربية بحمص ومديرية المالية فيها وقصر مهلة الاعتراض والتقديم للدورة التكميلية التي حددتها وزارة التربية، طلاب الشهادة الثانوية بحمص فقدوا صبرهم مع روتين وإجراءات التقدم. ملف اليوم وكاميرا أخبار البلد كانت موجودة مع الطلبة ترصد معاناتهم. بعد صدور نتائج امتحانات الشهادة الثانوية بدأ طلاب محافظة حمص بالتوجه لتقديم طلب للدورة التكميلية أو الاعتراض على نتيجة امتحاناتهم، وللسير بهذا الإجراء عليهم قطع وصل في مديرية المالية
التي أغلقت أبوابها بوجههم بسبب الضغط الكبير لعدد الطلاب المتقدمين والناتج عن قصر المدة التي حددتها التربية لهذه الإجراءات، الأمر الذي جعل المشكلة تزداد سوءا بفتح الأبواب وتفاقمت لتطال الموظفين أيضا. نجيب وصل مشان المعلم مشان نروح على الامتحانات. مدي لك واقف شو صار؟ 7:30 موجودين نحن هون من 7:30، بعتونا من هون على التربية، من التربية على الامتحانات، ردوا بيجيبونا لهون. بدنا نقدم مشان تكميلية بس ندفع هذا الوصل تبع المالي، وصلنا 3 أيام نفس الحالة، ما نعم نستفيد شيء، مشان هيك صار كل هالتراكم. أنا مراجع بدي أدخل أدفع وصل، ما عم أقدر أدخل، ما عم أقدر أدخل من الناس، بدنا ندفع وصل. يعني أنت مراجع بسبب أزمة الطلاب؟ ما أقدر أدخل لجوا. ناطرين العالم نتسع عليه، ما حدا عم يمشوا حدا، يعني جاي نقدم تكملية وما ناطرين العالم نتسع عليه. الموضوع كم جابي وينظموا الأمور، ما بدها زرة يعني. تأخروا يعني فتح الإدارة يعني هون، كتير تأخروا. ما جايبين العالم قدامك، ليش ما بيمشوا؟ يعني وين مدير المالية؟ صندوق دفع. وين مدير المالية؟ أنا جاي من ضيعة بعد حمص، هلا سلم من الصبح هون ما عطوني ولا بطاقة ولا عم خلونا نوصل. من المالية على التربية، من التربية على الامتحانات، من الامتحانات لهون، دوسونا من الصبح. مسك لي جوا العالم هيك، وأمانة وقت يعني في وقت للتكميلية يعني حدد لنا وقت كم يوم يعني، والعالم هيك يعني للساعة 12 بيسكروا هون، وفوق هذا كلياته عم يطلعوا لنا بالعيلة وما ما يردوا أحد. ليش يحولونا لهون إذا ما قادرين ينزلوا الأمور؟ وين الإدارة هون؟ الحقيقة هي عدد الطلاب الكبير، والفكرة الأساسية كانت أنه نبعث عدد من الصناديق على مدير التربية على الامتحانات. الحقيقة اليوم عملنا نفس الشيء، بعثنا بس ضغط كتير كبير عندهم، والعدد اللي عم يجي أكبر من متوقعينه. على كل حال هلأ نحن في عنا بحدود 8 صناديق، هلأ راح نزيد شي 10 صناديق كمان. مديرية المالية سعت لحل المشكلة من قبلها رغم صعوبة ذلك، ويبقى أمر الطلاب بتمديد مهلة التقديم وتكفل مديرية التربية بتسيير الطلبات عن طريق موظفها. هناء علي حمص، التلفزيون العربي السوري. ضمن حملة لقمتنا سوى أقيمت في نادي المحاربين القدماء مأدوبة إفطار رمضاني في إطار إبراز دور المرأة السورية وقدرتها على الدفاع عن الوطن. على مائدة إفطار واحدة في شهر المحبة والخير والغفران، لقاء يجمع أبناء الوطن في صورة تعكس طبيعة السوريين الذين أكدوا للعالم أجمع أنهم واحد في آمالهم وألامهم ومصيرهم وجميع مناسباتهم، وتأكيدا على دور المرأة السورية في دعم صمود الوطن، نظمت فعاليات دينية ومجموعة من سيدات المجتمع الأهلي بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية مأدوبة أفطار في نادي المحاربين القدماء. أثبتت المرأة في سوريا أنها كانت الأمة والحاضنة والمثقفة والراعية والعاملة والتي تقدم ولدا تلو الآخر للشهادة في سبيل الله، فاعرفوا دوركن في الاتحاد، أن الذي نبنيه غدا هو اتحاد أمة وليس اتحاد حزب وجماعة. فكلنا انصهرنا اليوم في سوريا، أرض قال عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا. نعم، وألتقي مع أخوات كريمات يعملن في ميادين الخير. الكلمة خير، واللقمة خير، والنصيحة خير، والعمل خير. اليوم هي فعالية للنساء، سيدات سوريا من المجتمع الأهلي من اتحاد العام النسائي، من الأخويات ولجان المرأة في الكنائس، من الراهبات. هي رسالة أردنا أن نقول بها للجميع، نأمل أن يكون هذا الشهر الكريم شهر خير على وطننا الحبيب. هي أيضا رسالة منا للعالم بأكمله، هذا البلد لا يمكن أن تحرك فيه ملف الطائفي، هذا البلد استطاع أن يثبت بأن مجتمعه مجتمع متماسك
كل الأدوات التي استخدمت لضرب المجتمع السوري لم تنجح. اليوم أيضا هي رسالة من المرأة السورية، ونحن نحيي أيضا ذكرى غالية على قلوبنا وهي ذكرى موقعة بدر، والتي كان للمرأة العربية دور فيها، اليوم نربطه بدور المرأة السورية في الظروف الراهنة. صور تجسد في كل مناسبة قيم التكامل والمحبة، فهم اللواتي حملن الرسالة للبشرية جمعاء من أرض باركتها السماء، ليقفن إلى جانب الجيش العربي السوري في تربية جيل يدافع عن بلده ويفديه بروحه ودمه. ناجي شوفان لأخبار التلفزيون العربي السوري، دمشق. أكد وزير الموارد المائية الدكتور كمال الشيخة أهمية التعاون مع المنظمات والدعم الذي تقدمه الجهات المانحة في تأمين مياه الشرب، كونها من أهم القطاعات والتي لا يمكن الاستغناء عنها. جاء ذلك خلال توقيعه مذكرة تفاهم مع مدير منظمة أوكسفام في سوريا معتز أدهم، موضحا أنه رغم الأزمة والظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، تمكنت وزارة الموارد المائية بالتعاون مع الشركاء من إيصال مياه الشرب النظيفة والآمنة لكل تجمع سكاني في سوريا، منوها بالدور الكبير الذي تؤديه فرق هذه المنظمات على أرض الواقع في المناطق الساخنة، وعملها بشكل حثيث ودؤوب لإيصال خدمة مياه الشرب للمواطنين في أي بقعة من سوريا. وبين الوزير الشيخ جاهزية الوزارة للتعاون مع أوكسفام لتنفيذ خطة العمل المشتركة وفق المشاريع المتفق عليه وضمن الوقت الزمني المحدد، والالتزام بسرعة التنفيذ لمشاريع المياه والصرف الصحي الموزعة في جميع المناطق بسوريا. من جهته عبر السيد أدهم عن أهمية التعاون مع شريك حقيقي يقدم الدعم والتسهيلات الممكنة لإنجاز المشاريع في قطاع المياه بالشكل الأفضل، مشيدا بتعاون الوزارة ودعمها وتنسيقها الدائم مع المنظمة لتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشاريع على أرض الواقع. في الموسم الثالث من حملة رمضان بيجمعنا التي تنظمها جمعية سوريا بتجمعنا، أقامت الجمعية مائدة إفطار للجنود المجهولين من عمال الصيانة ونظافة البلديات في ريف دمشق. وتقوم الجمعية بهذه الحملات تقديرا للعاملين في الخطوط الخلفية، حيث تستهدف عدة شرائح اجتماعية من عمال الكهرباء والبلديات وباقي قطاعات العمل، تقديرا لجهودهم الكبيرة التي بذلوها في هذه المرحلة وتضحياتهم لأجل استمرار دوران عجلة العمل والحياة في بلداتهم والسهر على استمرار تقديم خدماتهم للمواطن. بالبداية عم نشتغل على شقين، الجنود العظام يلي هنن بفضلهم نحن موجودين اليوم هون، يلي هنن على الجبهات نحن عم نحاول نوصل لهم سواء على السحور أو على الفطور، ونقدم لهم وجبات نتشارك معهم طعامهم. والجنود المجهولين يلي كمان هنن بالخطوط الخلفية عم يساهموا بنظافة بلدنا بإيصال الكهرباء. نحن من خلال الأسبوع الماضي كان عنا استضافة لعمال صيانة كهرباء مدينة دمشق، يلي هنن عم يعملوا صيانة للكابلات اللي عم تتقطع نتيجة الأعمال التخريبية. الفكرة الأساسية هي أنه هالشقين الجنود المجهولين والجنود العاملين يلي هن بفضلهم هالشقين عم نكون نحن بأمان وسلام، عم نقدم لهم نعمل رد جزء من الجميل لهم. هدفنا من هيك حملات برمضان، مثل ما رمضان دائما بيجمع الأسر السورية على الخير والمحبة، احنا حبينا اليوم ندعيهم لنعبر عن شكرنا وامتناننا لهي الشريحة حقيقة من العمال اللي هن رغم كل ظروف الحرب اللي انفرضت على بلدنا سوريا بقيوا وعم يقوموا بواجبهم لآخر لحظة. وزعت محافظة درعا بالتعاون مع فرع حزب البعث العربي الاشتراكي وجمعية البر والخدمات الاجتماعية وفرع الهلال الأحمر العربي السوري 1500 سلة غذائية على الأسر المهجرة ضمن مراكز الإقامة المؤقتة في مدن درعا وأزرع والصنمين. وتأتي توزيع الإعانات ضمن خطة لجنة الإغاثة الفرعية وبمناسبة شهر رمضان المبارك للوقوف على مطالب واحتياجات المواطنين، حيث شمل
التوزيع 85 مركز إقامة مؤقتة ضمن مدينة درعا، منها 8 حكومية و11 في أزرع واثنين في الصنمين، بواقع حصة غذائية واحدة وكيس دقيق لكل أسرة. وبين مدير جمعية البر والخدمات الاجتماعية محمد الطيفان أن التوزيع يشمل الأسر المهجرة في أحياء الكاشف والمطار والسبيل والقصور والضاحية وشمالي الخط ضمن مدينة درعا. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام نشرة أخبار البلد، نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا. دمتم ودعم الوطن.